الأمر الثاني والأخير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الزول بيكون مستقيم لمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستقم كما أمرت لا كما أردت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وهذه الآية فيها ترغيب عظيم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته. زول من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك يوم القيامة بيدخل الجنة ويرافق هؤلاء الأنبياء والرسل ويرافق الصديقين والشهداء والصالحين. يعني زول في الجنة وهذيل الرسل قدامه وديل الصديقون وهؤلاء هم الصالحون وقبلهم الشهداء هؤلاء جميعا هو يرافقهم في الجنة. فهذا فضل عظيم من الله تعالى. فالناس اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما تلتفت للناس اللي بيسخروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأتباعه. والزول من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرفع ذكره إن طال الزمان أو قصر. الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع الذكر، والذي يخالفه فهو ذليل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والزول يا جماعة لما يوحد الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستقيم على الحق في عوائق بتقف قدامه. إذا اجتازها ثبت على الحق ونجاه الله، وإن انجرف معها هلك. الزول الدار يستقيم ذا، ما الاستقامة دي ما واضحة. أنت بتتعلم تعمل بالعلم وبتدعو الله يثبتك ويوفقك وبتكون موحد ومتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، أمر واضح. لكن في عوائق قدامك في الطريق ده، ده طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة، وطريق سهل لمن وفقه الله تعالى لسلوكه. العائق الأول النفس الأمارة بالسوء. النفس دي دار الراحة، ناس ماشية الصبح للمسجد، النفس دار النوم، الواحد دار ينوم ودار يتبع الشهوات. الناس ماشية للمساجد، النفس دار الأندية، دار الجلسات، دار الضحك، دار المعاصي. فيجاهد هذه النفس ويحملها على الحق، فإذا جاهدها وفق وفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيحاسب هذه النفس ويلومها على ترك الطاعة والتقصير في الطاعة، ويلومها على مواقعة الذنب والمعصية. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير في الطاعة وتلوم على المعصية. نفس دار نظافة. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال سبحانه عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. قاعد براكد مرتاح في البيت مؤجز وماكل فاطر وشارب الشاي والمروحة شغالة والجو بارد وبراك قاعد، نفسك تأمرك بالمعصية يتابع بتقع في الهلاك، يد جاهدة الله بيرفعك. تجاهد هذه النفس، ده العائق الأول. العائق الثاني الشيطان، الوساوس والخواطر السيئة التي يريدها الشيطان. ودي فائدة تأخذها كشاب ولا غير شاب، دائما الشيطان بيجيب لك الخواطر والوساوس. خواطر تكون قاعد براك تجيك صور سيئة وتبقى تفكر، يا الخواطر دي قطعتها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن الشر، وبتذكر الآخرة والموت والقبر والنزع والابتلاء والقيامة والجنة والنار. ولا تابعت الشيطان برميك في الشر. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان ده في الطاعة عنده نزغتان، الله أمرك بأمر، شيطان عنده نزغتان، نزغة إلى التفريط ونزغة إلى الإفراط. يا يخليك مشدد لما تمرق برا الدين أو تمرق مكان فيه الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتشددون. يشدد بر الدين أما نمشي بر الدين أو يزيد ولا تفريط، خليك مفرط بس. الناس في الطاعة انت نايم والشيطان يزين لك، ده في الطاعة. أما المعصية فله حبال يقود بها العبد إلى المعاصي. يا إما ذكره بالرجاء إنه الله بيغفر لك وما فيها شيء وهو إلى آخره، ولا هون له من أمر المعصية خلاه لهينة. والناس كلها ده بتقع في المعصية، ولا زين له فيرى أن سعادته في هذه المعصية وفيها الشقاوة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولا غشاو يقول لي انت سوي المعصية دي وبعد توب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انت سوي المعصية دي وبعد توب، بعد تكبر بعدين الشغلة كلها نظيفة وابقى مارق. ممكن تمرق وانت شاب، ممكن تموت وانت شاب. شكيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند إمام أحمد وفي سلسلة الصحيحة أيضا من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مؤمن اسمع الحديث ده بخوفه، حديث مخيف، قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قدر ما يعمل المعصية الله يفتح له في الدنيا، ما بيبتلى، ما بيبتلى بالشدة وإنما تفتح له الدنيا. يحضر الحفلة ويمشي يلقى العشاء جاهز.
ويفوت الصبح ويلقى الشاي جاهز وراقب الهايص سواق شغل الغنى والعربية ولا بتخسر ماشي، وقدر ما يعصي الله فاتح له قروش تجيه والصحة تمام وما في أمراض وما في مشاكل وما بشي واقف قدامه ماشي مع الدنيا، قدر ما يعصي ماشي الدنيا، ده علامة شر. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون. مبلسون أي نادمون متحسرون يائسون من رحمة الله تعالى، يموت سوء خاتمة، يموت على الشر. عشان كذا يا جماعة الزول ما يتبع خطوات الشيطان وإنما يجاهد هذا الشيطان. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي ناس الشيطان بيغشهم بيقول لا زول الشيطان ده مش لذيلك، انت خلاص انت امورك واضحه وبعديت وصلت درجه ما شاء الله بتصلي وبتقرا قران وزول تمام وزول مستقيم زول كويس، الشيطان ده مش لذيلك يا اخي انت زول تمام. وده يا دوب وقع الشيطان ده ما بخليك للموت، للموت بيكون معك. شكي رب العزه والجلال بين فقال تعالى في القران وقال الشيطان لما قضي الأمر، قيامة قامت وأهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الله قال لكم في جنة وفي موت وفي قيامة وبتموتوا واعملوا للآخرة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا قلت لكم اخذوا راحتكم ما في شيء بعدين الشغلة ما في شيء. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما في زول الشيطان دخل يده في جيبه طلع الموبايل شغل له فيلم، ولا في زول الشيطان شاله بالقوة جر له رقشة ودى حفلة ولا نادي ولا صالة بتاعت غنى، ولا في زول الشيطان بالقوة شربوا الخمرة ما في، بس بيجي بوسوس لك أعمل وإنت مسكين بتمش معه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مجرد ما تستعين بالله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بيجر منك. قدر ما تذكر الله انت في حصن منيع، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاتك وساوس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بيبعد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس شنو الخناس، وسواس على صيغة فعال في اللغة أي كثير الوسوسة، وخناس على صيغة فعال كثير الخنس، الخنس يعني الابتعاد والاختفاء، كواكب الله قال عنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الكواكب دي خنس يعني بتختفي وبتبتعد، والشيطان بخنس يعني بيبتعد أي وسوس. تستعيذ بالله بخنس بجر، تاني يجيك يوسوس، تذكر الله بجر، تقيف من الذكر بجيك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فعشان كذا نفسك تجاهده، والشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتذكر الله كثير، تسبح تستغفر ماشي في الطريق تسبح، جاي تسبح،
قاعد في البيت براك تسبح وتقرأ قرآن وتجتهد في الطاعة، شيطان بير منك، بيدعب في كتاب اسمه سلاح اليقظان في طرد الشيطان، قال انت تلبس الثوب تسمي الله، لبست التوبة الجديد سميت الله، الشيطان ما بيلمس، تدهن في البرد تسمي الله، الشيطان بيقعد ساي، تجي بيتك داخل تسمي الله، الشيطان بيقعد برا، تجي تاكل تسمي الله، الشيطان بيقعد من غيرك، فترهقه وتتعبه وتضعفه. لكن اي شيء معاك تلبس ولابس تاكل واي شيء ماشي بس غافل بس جاري